تمثلي تقلا شمعون، مبسوطين كتير انه شفناك باسطنبول. وانا مبسوطة اني لما نقريد لوجو الجديد على الميكروفون، واو هيك قلبي كبر. خبرينا عن وجودك اليوم كرمال نانسي. كرمال نحن موجودين باسطنبول، انا ومعي ستيفاني عطلة حبيبة قلبي، وتوني عيسى، ومرام علي حبيبة قلبي. تاني مرة بنتشارك سوا بعمل مع بعض هون باسطنبول بالنسخة العربية لمسلسل امرأة انتاج الام بي سي. ان شاء الله يا رب يكون حلو وينال اعجابكم، ونحن كثير مبسوطين وكثير فرحنا انه الست نانسي موجوده، فحبينا نكون معها، حبينا نكون موجودين عم نسمعها عم نحضرها عم ننبسط معها رغم كل الظروف، رغم كل الحزن اللي موجود بقلبنا ان كان على لبنان وان كان على غزه، بس الحياه سوف تستمر. أي. شو بتخبرينا اكثر عن دورك بالمسلسل الجديد اللي عم بتصوري؟ هلا ما بقدر احكي كثير، بس انا الحبة بدوري انه هالمرة حكون مغيرة جدا جدا عن ليلى ظاهر كليا، يعني ان كان بالشكل. ثلاث اجزاء بعروس بيروت صح. لازم صارت غير صح، ان كان بالشكل وان كان بالاداء وان كان بالحالات اللي عم بتعيشها شخصية هويدا اللي انا بلعبها بالمسلسل. مبسوطة بالتصوير، مبسوطة بالتجربة مرة ثانية مع الام بي سي، فان شاء الله يعني يكون هذا العمل اللي لاقي نجاح مثل ما لاقى مسلسل عروس بيروت نجاح. برايك المسلسلات التركيه المعربه عم تاخذ محل المسلسلات اللبنانيه المحليه؟ بمكان ما ايه، بمكان ما ايه، ولكن انا بالنسبه لي ما بتاخذ محل لتلغيها لا، ولكن عم تاخذ جزء اكيد، بس هذا لازم يكون محفز لحتى الانتاج اللبناني اكثر واكثر الخالص يعني ينظر ل يعني للانتاج للدعم، يصير في اكثر دعم اكثر، لانه هذه الصناعه يعني اثبتت انه هي يعني مش بس حتتنافس على مستوى البلد الواحد، عم تتنافس على مستوى الوطن العربي، فانت صرتي هون امام تحدي كثير كبير. يعني بدي اقوله انه نحن بنفرح كفنانين انه لما نكون عم نقدم شيء حقيقي، ونحن عد ما فينا عم نجرب هيدا النص المقتبس عن مسلسل تركي انه ناخده لذاتنا، ناخده لعنا، نقدر انه نحط فيه من مشاعرنا، من احاسيسنا نحن كلبنانيه او كممثلين سوريين موجودين بالبلد. يعني ما رح يكون نسخه بالاصل عن النسخه التركيه، ولا يعني رح تغيروا فيه؟ انه بدي اسالك انه شو اللي بخلي الجمهور يحضر اذا اوريدي حاضر نسخه تركيه عن هيدا المسلسل؟ ولا ما بعرف، بدك تساليه لانه الجمهور دائما موجود ودائما حاضر، ومع انه بيعرف القصه بس بيحب يشوفنا لانه بيحبنا، يعني هو بيتماهى معنا اكثر ما بيتماهى مع ممثلين الاتراك اكيد. نحن بنفتخر فيكم وكثير مبسوطين بوجودك هون معنا. انا كثير مبسوطه انه اول مره بصور مع ستيفاني عطلة، اول مره بمثل معها وهي بنوتي، فعم نعمل شغل كثير حلو سوا، عم نعمل كثير حلو شغل حلو مع مرام مع الكل، اكيب رائع. كنا ناطرينكم سوا ستيفاني. انا كنت عم بحضر الانترفيو من هونيك صراحه متاخده باللي عم تقوله تقلا، وانا كثير مبسوطه كمان انه عم كون عم بلعب دور بنتها، وانا بحبها كثير، ام بيج فان، واخيرا عم بشتغل معها عن جد. هي حدا فنانه حلوه وانسانه حلوه وكلها اخلاق وكلها حب وعطاء، ويلا تابعونا قريبا ان شاء الله ننجح. اكيد رح نتابعك. نحن اول شيء مبسوطين كثير انه التقينا باسطنبول بحفله نانسي عجرم. خبرينا يعني شفنا كمان اللقاء بينك وبين نانسي، قد ايه بتحبيها لنانسي وقد ايه محمسه هلا للكونسرت؟ يا شو بحبها كثير كثير بحبها، وما توقعت انه اقدر اشوفها لانه هي هلا بدها تطلع على الستيج، كثير محمسه للكونسرت، بس اكثر من هيك محمسه لشغله انه حبيبي زاف بيموت بنانسي ومنه عارف انه جيت لحتى احكيها وهو قاعد برا، فهلا طالعه بس لحتى فاجئ الصوره، ما بعرف شو معقول تكون الرياكشن تبعه. معقول يا تركيك يحمل حاله ويفلي؟ كثير معقول، كثير معقول، برجع بخبركم، ببقى بخبر. لا لازم نضلنا على تواصل لحتى نعرف شو صار. لا لا ما تعطلي. المسلسل اللي عم بتصوريه هلا من بعد نجاحك بكريستال، شو التحدي اللي هلا ناطرك؟ تحدي جديد، شخصية جديدة وكثير مختلفة عن كل الشخصيات اللي لعبتها من قبل، بتخوف شوي لأنه صعبة. ميرسي ميرسي. رح تكون شريرة شوي زيادة عن اللزوم، بس رح فاجئكم كثير، وأهم شيء أنكم تضلكم مفرقين بين الكاركتر والتمثيل، أهم شيء. ستيفاني منا هيك. سو
السؤال اللي كلنا ناطرينه وعم نسأله، عروس 2024 هيك كنا مفكرين، بس للظروف أحكام، بس ترقبونا قريبا جدا قريبا جدا، مش رح نأجل كتير بس أجلنا شوي نرجع نحكي فيها. ميرسي، ثانك يو، ميرسي.